أربعة شلاشرين. دلوقتي الموسيقى دي شغاله جه في ذهني حاجه، هي اوبرا عايده اللي الفها واللي لحنها واللي عمل كل حاجه مش مصري، طلياني. واحنا دلوقتي بنتكلم عن مصر القديمه، فحسيت ان لا، من المره الجايه هنحط المزيكا بتاعت الخاصه بوقف الخلق للسيده لكوكب الشرق ام كلثوم. بما ان احنا بنتكلم عن مصر وعن اجدادنا، يعني مش هحط حاجه لفيردي، هحط حاجه لأم كلثوم. صح يا جلاديولس؟ صح. موافقة؟ موافقة جدا. أيوة كده بقى، أخيرا قلت حاجة وافقتي عليها. الحمد لله. ده أنت عملتي لي مشكلة الحلقة اللي فاتت. أنا بقى عايز النهاردة إيه في الفقرة دي أطلع حلو كده، عشان المصورة اللي بتصورني عمالة تاكل. جغ 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 ارحميني، هتيجي تاكليني بعد كده. ماشي يا دودو. لازم أفضحه. فضيحة أنا. قولي لي بقى، رمسيس الثاني. رمسيس الثاني ابن سيتي الاول. حكم مع والده او شاركه الحكم، لان والده كان يعني كان محتاجه، فاهم، يشاركه في نهايه عمره. كان غلبان. رمسيس الثاني حكم 67 سنه وعاش لغايه سن 93 سنه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هو كان حاسس ان هو مميز. خليني اقول لك بقى نشاته. هو اصلا يعني العيله دي كلها منين؟ من الشرقيه، من صنع الحجر ما شاء الله. واتعلم في المدرسه العسكريه، كان في مدرسه عسكريه مشهوره جدا في الشمال، في اللي هي هليوبلس دلوقتي. هي مصر الجديده يعني ولا ايه؟ طبعا، ما هي دي مصر الجديده. ليه هناك ما فيش اثار؟ المطريه وعين شمس، ما ده جزء من مصر، من هليوبلس القديمه. فهناك كانت المدرسه العسكريه وتعلم فيها، عشان كده كان قائد عسكري قوي وشاطر. وشاطر طبعا. احنا هنحكي الحلقه الجايه، هنكمل برضو عن معاركه بقى الحربيه. رمسيس الثاني كان متجوز الملكه نفرتاري. عليها مقبره. يا لهوي. نفرتاري بقى يا شريف. هي الزوجة الملكية، وبعديها بكام شهر اتجوز واحدة تانية اسمها إيزيس نفروت. طب وليه عمل كده؟ هو كان لحق؟ ما احنا مش عارفين بقى، هو برضو كان يعني ايه يعني بص زي غسان. اتجوز كام واحدة؟ بص هو مثلا ايه ستة سبعة اللي هما كان ليهم ألقاب ملكية غير التانيين، غير بقى اللي احنا ما نعرفهمش. تمام. كان ليه عيال كتير قوي. يعني كتير وأحفاد. كتير اللي هو يعني اللي ورث العرش عنه اللي هو الملك ميرن بتاح ده كان ابنه رقم 13 من الزوجات الملكيه، اللي هو ابن السيده الثانيه. امال نفرتاري ما خلفش منها؟ خلف منها، بس عايز اقول لك ان ولاده كلهم ماتوا وهو عايش، ان هو عاش سنين طويله. دفنهم بالظبط كده، فاهم؟ وكان ليه ولد اسمه خاعم واسط، ده عمل ترميمات كتيره جدا، اشهرها ترميمات لاثار قديمه. اشهرها مثلا مجموعه الملك اناس في سقاره. امال ليه في ناس يقول لك ان ملوك مصر القديم، يعني مصر القديمه، كانوا يجوا يمحوا اثار اللي قبلهم؟ لا بص، ده ما حصلش. دي كلها حاجات، يعني عايز اقول لك ان احنا برضو عندنا تحديثات وابديت لحاجات كتيره جدا. يعني الناس اللي بتقول النظريه دي اللي بقى بيثبتوا عكسها، ان واحد زي ابن الملك رمسيس الثاني كان بيرمم، فكان زي ما بنحط الرخامه، واخد بالك، اللي هي لما حد بيعمل ترميمات جديده هي نفس الحكايه. أوكي. هو بيحط اسم والده في المكان. طيب ايه تاني؟ رمسيس الثاني عنده اثار في كل حته. 96 سنه. بص يا شريف، ما فيش حته في مصر هتروحها الا لما هتلاقي اثر لرمسيس الثاني. طيب تعالي نستعرض الصور. وتحكي لنا كل صوره فين. طيب يلا ابتدوا لنا باول صوره لو سمحتوا. اتفضلوا. اول صوره اتفضلي. دي في معبد الاقصر. عظمه معبد الاقصر، وده تمثال من الجرانيت من قطعه واحده. ده زي اللي كان في ميدان رمسيس زمان مش كده؟ لا ده قاعد تاني. التاني واقف. بس ده ضخم التمثال ده جدا، حوالي 15 متر ما شاء الله. طوله. طيب ده في معبد الاقصر. وروني اللي بعده. ده موجود في معبد الكرنك. يجنن.
وبعدين في سيده واقفه قدامه. مين دي؟ بص بقى، هو الحقيقه العلماء يعني فاهم كان في جدال اذا كانت دي نفرتاري او بنته ميريت امون. وميريت امون بنت نفرتاري. خليني اقول لك حاجه، ان نفرتاري ماتت وهي بتولد بنتها. دي ماتت صغيره. وبعدين هو من كتر حبه لبنته ميريت امون او لنفرتاري، مش عارفين هو اتجوزها او جواز ملكي ولا عشان ما حدش يتجوزها. وعمل لها مقبره رهيبه. طبعا من احلى المقابر. وروني اللي بعدها. التمثال ده موجود في متحف تورينو في ايطاليا. فين اليونسكو؟ ده ما خلاص بقى، لو انا هسكت لهم. المهم ماشي. ده موجود على النص جنيه. ده تمثال من احلى التماثيل. هو ده نفسه. ده بزلت اسود. بزلت. يجنن يجنن. رمسيس ده في تورينو. ماشي. 1200 قبل الميلاد. وروني اللي بعدها. طيب ابو سمبل بقى. بص بقى، هو قاله نفسه هو ونفرتاري في ابو سمبل، او الكهنه قاله، واطلقوا عليهم اللي هم المسؤولين عن دخول الفيضان في مصر. هنا عندك الاربع تماثيل لرمسيس الثاني. ده المعبد المعجزه بالنسبه لي. 22 متر كل تمثال، لو شايف الفريز فوق خالص. ايه اللي كسر الحته دي؟ كان في زلزال. والله؟ 1000 سنه تقريبا. من 1000 سنه. أوكي. فهو لما اتنقل كان مكسور قبل عارف ما يتنقل. انا عارف. طيب وريني الصوره. ده داخل المعبد. يعني اول صاله شايف دي تماثيل رمسيس الثاني كلها. مش معقول العظمه. وقدس الاقداس شايف اللي هو منور في الاخر. وروني اللي بعدها. هو ده بقى قدس الاقداس. هو بقى هنا الشمس بتتعمد على الحته دي على مرتين. هو مرتين في السنه. قبل اكتوبر. قبل نقل المعبد كان 21 اكتوبر 21 فبراير. بعد النقل بقى 22 اكتوبر. فرقت يوم. عشان يعني بالظبط. رهيب في الحقيقه. ده بقى ايه؟ ده بقى المعبد اللي بناه لزوجته الملكه نفرتاري. المفروض ده بناه بعد ما ماتت ولا ايه؟ في الغالب كده. بص يا شريف، ده مبني لنفرتاري في اربع تماثيل ليه وتمثالين ليها بس، لان هو برضو لازم يبين ان هو يعني العظيم إيه؟ بقى هو اللي دافع. انا انا الملك يعني. انت برضو مراته. ايوه بس هو اتجوزها وهو عنده كام سنه وماتت؟ انت قلتي بسرعه. ليه اتجوزها وهو ولي العهد؟ طب ليه يعملها دي؟ كان بيعوض وكام سنه يبنوا في المعبد يعني؟ ما انت عندك ناس بقى ما بتعملش حاجه غير ان هي قاعده تعمل الكلام ده. وروني الصوره اللي بعدها لو سمحتوا. دي بقى جزء مكبرة من مقبرتها. ده عمود في مقبره الملكه نفرتاري. هي دي بقى صورتها. جت زي القمر. ونفرتاري معنى الاسم جميله الجميلات. نفرت جميله. ونفرتاري جميله الجميلات. وريني اللي بعدها. مش ممكن جمال المقبره. اكنها معموله الاسبوع اللي فات. من احلى المقابر اللي موجوده هنا بقى. السقف بتاع كل المقابر كان لونه ازرق زهري وفي نجوم. صح؟ اللي هو السماء الزرقاء والنجوم. اللي هو او الشكل الاخر للالهه نوت. بس هو ليه في النص عواميد كده؟ علشان تمسك السقف. ايه خلاص انا يعني دي لا هم بيحفروا. لا بس ما شفتش في المقابر الثانيه عواميد. لا في لا ازاي في كاميرات؟ المقابر لا في صدق في كاميرات. لا بس المقبره دي هي الارض بتاعتها ايه؟ لا هم حاطين خشب علشان الناس تعرف تمشي عليه. لانها كانت ايه قبل الخشب؟ كانت رمل؟ لا مش رمل، حجر جيري برضه. طب وروني اللي بعدها كده يا ولاد. مش معقوله جمال مقبرتها. اللي بعدها ايه؟ بص بقى دي ده النقل بقى. دي نقل. دي مسله اتنقلت في مدينه العالمين الجديده. هنا دي بقى اثناء الاعمال النقل نفسها. وروني اللي بعدها. دي مسله ليه اهي. وهي دي المسله رمسيس الثاني موجوده في مدينه العالمين الجديده. اوكي دي قبل النقل ولا بعد النقل؟ بعد ما اتنقلت. بعد ما اتنقلت. وروني اللي بعدها. ده تمثال رمسيس الثاني اللي كان موجود في ميدان رمسيس. ده هيستقبل الناس اعتقد في داخل المتحف الجديد. المتحف الصوره دي من داخل المتحف الجديد. ان شاء الله يتم افتتاحه على خير. كنت معدي امبارح في ميدان التحرير وشفت القاعده الخاصه بالمسله. حاجه رهيبه رهيبه. هتتبسطي بالمسله، هتتبسطي بالاربع كباش. انا هتبسط بالمسله وبالاربع كباش، وهتيجي تقولي هنا الكلام ده وهتشوفي. ماشي شريف. انا اصلا انا عارف. انا بقول انا رحت الكرنك لسه، كنت من كام يوم هناك، وبعدين اكتشفت انا قلت ما لقيتش مكان فاضي، لقيت كل التماثيل زي اتاري. اتاري كان في صف وراهم. شالوا من وراهم. ما خدتيش بالك يعني؟ وانت جايد بتروحي كل يوم هناك. نشوف. فرستونا
كملي. طيب رمسيس الثاني عامل يعني إيه؟ رحتي المعبد ما حسيتيش ان في كباش ناقصه؟ لا ما انا بصراحه لا ايه ما حسيتش ان في كباش ناقصه. ما انا لما هيتحطوا في الميدان هتيجي هنا وهتقولي رايك بمنتهى الامانه ان انت مبسوطه ومقتنعه او مش مقتنعه. براحتك. انت عارف انا بقول رايي على طول. مدب بالظبط. طيب رمسيس الثاني طبعا العاصمه في الدوله الحديثه كانت فين؟ طيبه الاقصر. وهو ما كانش يقدر يعادي كهنه امون، يعني لا يمكن يعديهم، فكان محافظ على العاصمه كعاصمه دينيه. وكان منف بقى او منفس اللي هي عاصمه الدوله القديمه ما كانش برضو كان عايز او يكسب اللي هي ميترا هنا اللي هي بعد سقاره بشويه، كان عايز يكسب ود كهنه الاله بتاعها. فاهم؟ فكان برضو جدا. فطبعا ايه بنى معبد للاله بتاعه هناك، فبرضو علشان يقول لهم راح لبتوع امون بنى لهم معبد، وراح لبتوع مش اي معبد بقى ده صلت الاعمده اللي موجوده في معبد الكرنك، وراح لبتوع اسمها ايه؟ منفس. منفس بنى لهم معبد للاله بتاعه. وكان بقى العاصمه الاقتصاديه فين؟ صنع الحجر. اهو في كل حته عامل حاجه، ده محل اقامته او هو اتولد. الحجر دي ليا فين؟ شرقيه. شرقيه طبعا محافظه، يعني يبقى في وسط اهله. بالظبط كده. فقد ايه هو في حاجات ليه في الشرقيه؟ ده المسله اللي هتبقى في التحرير دي من من صنع الحجر. أوكي. وفي اثار هناك كثيره جدا. اوكي. وهو الوحيد بقى اللي راح بقى لغايه ابو سمبل. ابو سمبل ده بقى ايه؟ في ارض النوبه بقى. من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. انا بحترم الراجل ده قوي، الراجل ده. وبعدين الليسته اللي بيقال طبعا ان الليسته اللي موجوده في ابيدوس اسم حتشبسوت ما كانش موجود فيها، لان هو ما كانش راضي عن حتشبسوت. بس كانت قبليه بكتير قوي يعني. بس هو بالنسبه له حشري برضه. خد بالك برضه هو حشري يعني، بس هو ايه؟ يا شال اسم الست خلاص يا حاجه 22 سنه يعني مش قليل يعني. هي؟ حتشبسوت. 22 سنه. وبعدين دي قبليه بكتير جدا، دي في الدوله يعني في 18 يعني قبليه مثلا ب 300 سنه. طب عايز ايه بقى يعني؟ ما هو يعني قال لك ايه؟ لا المفروض ان رمز الدوله يبقى ذكر، انت فاهم؟ زي الثور اللي بيخصب ارض مصر، فاهم؟ زي الفيضان. لا عنصري. لا عنصري يا ستات. وبعد مصر رمسيس الثاني كان عنصري وراح شطب اسم حتشبسوت اللي قعدت تحكم مصر 22 سنه من ابيدوس. عارف بقى التمثال من ابيدوس صح؟ من ابيدوس. عارف بقى انت تمثاله الاولاني خالص اللي احنا عرضناه ده في معبد الاقصر، شوف هو 15 متر ونفرتاري وصل لغايه ركبته كده. ما مش عاجبه الستات، مع ان كان بيتجوز كتير وبيحبهم يعني، بس ما انا مش قصدي كده يعني، انا قصدي ان هو يعني مصري قديم يعني. بس يعني عنصري، بس احنا بنحبه برضه. وبيقال برضه ان هو اللي كسر بقى ايه معبدها حتشبسوت. ما هو بقى اللي طمس يعني طمس كل حاجه فيها اسمها ده على الحيطه. كان مش طايقها ليه كده؟ مش طايقها خالص. الله غريبه قوي. وما كتبش اسم اخناتون وما كتبش اسم توت عنخ امون. ده العيله كلها. ما اخناتون بقى ليه؟ لان هو عشان يرضي الكهنه. بالظبط. يا خرابي. لا كان فظيع. لا رمسيس الثاني طلع مش سهل يا جدعان خالص. يعني شال اسم حتشبسوت وشال اسم اخناتون جوزها وابنها. لا مش جوزها يعني. لا ده بعديها بحبه يعني. اخناتون مش كان متجوز كان نفرتيتي. نفرتيتي. ايوه. امال مين وام اسمها اسمها ايه؟ ام توت عنخ امون. ام يعني توت عنخ امون اسمها ايه؟ مش فاكره. مش مش نفرتيتي. لا مش نفرتيتي. دي عشان اتجوز واحده هو تانية. هو صح من صح. واحده ثانيه. هي حتشبسوت كانت قبلهم ولا بعدهم؟ قبليهم. قبليهم في اللخبطه دي. نورتيني يا جلادس. هنكمل الاسبوع الجاي عند رمسيس الملك طبعا مهم وعظيم. احنا بنقول لكم الحاجات بطريقه بس بسيطه شويه عشان كمان تثبت عندكم لو سمحتوا. طيب نورتي بالحته الاورانج يا استفندي خالص. هتسمعنا ايه يا استاذ حسام؟ دلوقتي لو على قلبي الفضل شاكر. مين؟ اغنية لو على قلبي الفضل شاكر. بس مش مكتوبة عندي هنا كده. امال اسمها ايه؟ ها؟ امال اسمها ايه؟ مكتوبة عندك ايه؟ لا مكتوبة في اغنية مكتوبة لاستاذة يعني لمغنية. ايه هي ده؟ قولها انت بقى. عندنا؟ اه. لا هنا عندي مفيش مغنيات. عندي هنا كلهم رجالة. مين؟ عنصري.
حفيد رمسيس الثاني نهار اسود. الغنوة بتاعت الست شادية اتقالت في المطبخ خلاص. دلوقتي معانا في اغنية لو على قلبي للاستاذ فضلي شاكر. يا وائل هو ده الاتفاق؟ برضه انتوا كلكم ماشي مقبضوا مقبضوا مقبضوا. نسمع وبشكر جلاديس حداد مره ثانيه، وخلونا نسمع اغنيه وبعد كده نرجع لكم مع فاشن شو الاستاذه مسامات الازياء استاذه نهى حامد. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا I'm not afraid.